النتائج الغير منتظرة لأبناء سعدي التي اكتفت بالتعادل الإيجابي في هذه الجولة عندما استقبلت فريق أهلي البرج زملاء القائد زافور، وإن دخلوا اللقاء بقوة أربع دقائق عمل جماعي من وسط الميدان، تبادل سريع للكرة يختتمها بوزيان بهذه التسديدة ليطغى على المباراة. بعد ذلك الاندفاع البدني من كلا الجانبين، ما أجبر الحكم حمودي إشهار البطاقة الصفراء في ثلاث مناسبات وفي ظرف ثلاث دقائق، بطاقات فهمها المدربان اللذان طالب اللاعبين بأكثر حذر. الدقيقة 20 تشهد ثاني فرصة حقيقية للجوية كانت لميباركي عندما سدد كرة قوية أبدع الحارس بن خجا في إخراجها إلى الركنية، ليأتي الفرج لأبناء يما قرايا في الدقيقة 30 عندما أعلن الحكم حمودي عن ركلة جزاء تسبب فيها بن دحمان الذي عرقل مداحي الاختصاصي كوليبالي يفتتح باب التسجيل، لتشهد بعدها أول فرصة حقيقية جرار رأسيته تعلو العارضة. آخر فرصة كانت لشبيبة بجاية من أجل مضاعفة النتيجة لولا الزاوية 90 التي ردت مخالفة عقون. الشوط الثاني شهد في ربعه الأول طرد الحكم حمودي لكل من شبيرة من البرج بعدما احتج عليه ليرافقه بعد ذلك بدقيقة لعربي من بجاية إلى غرف تغيير الملابس بعدما حاز على الإنذار الثاني. الدقيقة 85 خطأ من الدفاع في رد الكرة يستغلها طياب الذي يقدم كرة على طبق لسعدي، هذا الأخير يعدل النتيجة وسط فرحة كبيرة لأنصار أهلي البرج التي تنقلت إلى بجاية. ينتهي اللقاء بتعادل ثمين لأبناء بلحوت، فيما يستوجب على سعدي إيجاد التركيبة السحرية لفريقه لإخراجه من هذه الوضعية. وتعثر آخر لشبيبة بجاية في هذه المباراة ولازالت تبحث لحدها الآن عن أول فوز. التركيبة السحرية اللي تحدث عليها عمر جمعة غير موجودة، غير موجودة في عالم كرة القدم، خاصة جديدة شابة، ولكن السحر صعب جدا، فقط هذا بين قوسين فقط بالنسبة لعمر جمعة. ولكن ربما الشيء الإيجابي في شباب بيجي هو رئيسها بوعلم طياب اللي خرج وأعلن وصرح.